بس شوف قالوا له بتعمل ايه، بس اشوف قالوا له بتعمل ايه، بس شوف قالوا له بتعمل ش ش ش ش ش. ايه ده ايه ده الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ ايه عايزين الناس يقولوا علينا اف في نوبه الهستيريا الضاغيه الكاستنائيه المازوخيه اللي احنا فيها دي؟ مين دي اللي بتخرب؟ انا مش بخرب، انا بخرب، انا مش بخرب، انا سعيده، انا مبسوطه سعيده. النهارده يوم تاريخي يا جدعان، تاريخي، يوم انتظرته البشريه كلها، الشعب المصري والعربي والافريقي، كل الامم جامعه جامعه. من النهارده مفيش ايام، مفيش شهور، مفيش سنين، من النهارده في تاريخين، تاريخين بس، تاريخ ما قبل هذا اليوم وتاريخ ما بعد هذا اليوم. باختصار باختصار وعشان ما اطولش عليكم، كله يمسك اعصابه، كله يحضر نمرة الاسعاف تحسبا لاي ازمات قلبية. انا اتنارت فتحتي يا جدعان. اتنارت فتحتك؟ يعني ايه اتنارت فتحتك ومين اللي قراها؟ يعني اتنارت فتحتي واللي قراها عكس توقعاتك مش واحد ترابي. امال واحد ايه؟ واحد عريس، واحد عريس، عريس، واحد عريس. يعني ايه؟ يعني خلاص هتتجوزي؟ يعني هنبقى زينا زي بعض كده؟ ايوه ان شاء الله قريب قوي قوي قوي، بس طبعا بنتي هتبقى احلى من بنتك طبعا ان شاء الله. يعني خلصي يا ضنت مش هتبقي عابس. عيط عيط انتي وامك، اه عيط وعيشوا عيشوا وحسوا بليله من الليالي اللي انا بت فيها دمعتي على خدي، عيشوا. اه وبعدين شوفي شوفي الغضب الالهي ابتدى يبان عليكوا. اه والله بصي 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 شوفي شوفي، في واحده في الدنيا تخلف واحده لدغه في النون؟ دكتور قولتي قولتي خشي بس قولتي في دوركو في دوركو يا اختي في دوركو، انتي وبنتك الولية الصغيرة بتاعتك دي. يلا يلا يا ربنا ياخد لي حقي منكو يا رب. فين بقى فين بقى بقى الجيران؟ يلا يا حبايبي جايالكو حبايبي، هغيز مين ولا مين؟ وغيزكو ايه؟ نفر نفر ولا جماعة؟ نفر نفر ولا جماعة؟ لا 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 لا، ده ثواب الجماعة اكبر بكتير. انا اتقرت فتحتي يا بشر. قول عبد الصبور. لا يا ابويا مش انا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا اختي الفضل ممشش بيضحك على بعضه. يا اختي اللي خدته القرعه تبقى تاخده في الشعور. يا وكسه يا وكسه. الله يخرب بيوتكم، الراجل هيموت مني. الله يخرب بيوتكم. مزيكا يا نادي، مزيكا يا عالم، ايه اللي انا بسمعه ده؟ ايوه كده، ذوقوا بقى اللي ذوقتهولي، ذوقوا المرار اللي انا ذوقته عشان انتوا مستوطين حتي، وياما بهدلتوني وانا ما كانش عندي مناسبه واحده افرزكوا بيها. اديني لقيت لقيت المناسبة، اتقرت فتحتي. يا سلام، بيموتوا فيا، بيعشقوني. يلا خلصنا من العمارة، فاضل الشارع. جايلك يا شارع الضباب. ايوه خلصنا على اللي جوه، خلينا نشوف الشارع بقى. ها مين 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 هزل في مين مين؟ لازم اغيظ حد دلوقتي. فين الناس فين الناس؟ انتوا فين؟ ايوه ايوه كده، فينك يا مدام تحيه يا اللي غسيلك كل يوم بينقط عليا وانا بستنى الميكروباص وانا رايحه الشغل، ولما طارد ايه تقول لي ايه؟ معلش يا حبيبتي هدومي العيال بكره تعرف ولا مش باين؟ ها عم شريف الحرامي، عم شريف الحرامي اللي كل مفاصل معاه في تمن علبه الجبنه البيضه اللي مغليها عن سعرها 3 جنيه، 3 جنيه يقول لي ايه؟ اه طبعا، ما انتوا مش لاقيين حد يلمكوا، ما انتوا لو كنتوا لاقيين حد يلمكوا كنتوا قعدتوا في بيوتكوا ريحتونا من شركوا. ولا الكوافيره، الكوافيره اللي كل يوم تقول لي باين لك مش هتنفعينا بحاجه ابدا، طب هنفع غيرك بقى، ايه رايك؟ وبيعت الدره
كله اللي بياط الدرة ادي بقى كل ما تشوفني تقولي حاجه واحده بس، ربنا لما يحب يبتلي بني ادم يسلط عليه عقله. اشتري دوره ليه انا؟ اشتري دوره ليه؟ محدش بيتمشى معايا على الكورنيش، فكروا بمنطق، محدش بيفكر بمنطق ابدا. ده غير الراجل اللي والست اللي لا 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 انا هطقم من جنابي، انا لازم اكلم حد، لازم اقول حد. يا عم ايوه يا عم انا تقرا فتحتي. اثبتي. صدقوا عنده حق. عنده حق. ما هو اللي بيتخطبوا بيلبسوهم دبله في الايد اليمين، اللي بيتجوزوا بيلبسوها في الشمال. طب واللي تقرا فتحتهم؟ ما فكروش خالص في اللي تقرا فتحتهم كده خالص؟ مفيش دبله اللي تقرا فتحتهم؟ دبله، شبكه، خطوبه، دخله، في حاجه انا ناسياها، في حاجه ناسياها في كل الحاجات اللي انا قلتها دي، في حاجه مش انا ناسي حاجه. العريس، انا نسيت العريس. العريس فين؟ اهو الحمد لله. جرى ايه يا دكتوره؟ انت فين وسايبه العريس لوحده؟ الله، بعدين يزعل. لا 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 لا، احنا نقدر على زعل القمر العسل الموف ده؟ يا خرابي فظيع. بقول لك ايه يا مدام سهير، ما تيجي ندخل البلكونه انا وانت نشم شويه هوا ونسيب العرسان ياخدوا على بعض شويه. اكبر صح. هاي اتفضل يا روحي اتفضل. معلش اصل انا دماغي دايما كده. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخيرا اخيرا بعد اسابيع من المناورات والمناقشات والمقابلات وهو داخل نازل داخل نازل. قرينا الفاتحه يا جماعه الحمد لله. سبعي الاستاذ تبعي بعلي باعتبار ما سيكون طبعا ان شاء الله اول مره بقى هسمع كلامه بعد قرايه الفاتحه. يا ترى كلامه هيبقى احلى قبل قرايه الفاتحه او بعد قرايه الفاتحه؟ اكيد بعدها هيبقى احلى. كان عندي سؤال صغير بس. اي طبعا. قوي قوي قوي. اللي انت اسمك ايه يا جميل؟ مش ممكن. مش ممكن يا عصام. لا بجد اسمك ايه؟ نعم.